وصلنا لفقرة كتير مهمة ولا أغلب السيدات بيهتموا فيها. يمكن ما في سيدة أو ما في صبية ما بتسعى حتى تحصل على شعر لامع وصحي، ويمكن من خلال بعض المشاكل اللي بيعانوا منها فرح بيلجأوا للوصفات الطبيعية أو للماسكات اللي بيشتغلوها بالبيت، أو حتى يروحوا يشتروا منتجات ممكن تكون معنا صحية. وقت بنسمع عفاف كمان عن وصفات على مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض الآخر يمكن بيشوف وين في منتج أغلى بالأسواق بحاول انه يشتري على اساس انه هو ممكن يكون كثير في جوده عاليه ويصلح التالف من الشعر. طبعا ممكن كثير تكون هي افكار مغلوطه، وبالمقابل ممكن يكون في بعض المنتجات او بعض الوصفات اللي ممكن تنحط على الشعر تكون صحيه وتعطي نتيجه. لكن البدايه دائما بنقول كيفيه العنايه بالشعر بمختلف تفاصيله، تاثير الصبغات وكافه المنتجات على الشعر، كيف بنقدر نخفف منها. اليوم يمكن عفاف ما فينا نستغنى عن الصبغات او مع تقدم بالعمر لاخفاء الشيب وغيرها من التفاصيل. حتى نحكي عن هذا الموضوع بشكل اكبر بدنا نرحب بفريد واكيم. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير فيك. اليوم وقت صبيه او سيده، او يمكن في بعض الشباب بيهتموا كمان بشعرهم، ما بدنا بس نخص السيدات، بيلجأوا لوصفات طبيعيه او طرق طبيعيه ممكن ما تاذي الشعر من خلال تواجدهم حتى هنون بالبيت. كيف ممكن انا اقدر اهتم بشعري بطريقه طبيعيه ما تاذي؟ هلا اذا بدنا نحكي نحن بالعنايه بالشعر قبل ما نفوت بالمواد اللي بدنا نحطها على الشعر، بدنا نعرف كيفيه التعامل مع الشعر. هلا المتعارف عليه هو انه العالم بتتحمم كثير، بتحمم راسها كثير، وهذا اول غلط بيعملوه انه كثر الحمام بيفقد الشعره خاصيتها. دائما يعني الله لما خلق البشر خلق بالشعر فيه ماده تدعم الشعره. نحن لما بنكثر حمام خصوصي بالوقت الحالي صار في عندنا المي ما بنعرف شو فيها رواسب، الشامبو ما بنعرف شو فيه من شو مكون. فهذا كله بيفقد الشعره خاصيتها. فاول غلطه هو كثر الحمام. يفترض الشعر بالشتاء يتحمم مره بالاسبوع وبالصيف مرتين لانه شوب وعرق. هلا ثاني اهم شغله هو القص. دائما الشعر لازم يمرق عليه بشكل دوري كل 3 اشهر تطريف. اذا ما بدك تقصري فانت لازم تطرفي، لانه وجود التقصيف بالشعره هو بيمنع من ظهور طول الشعره. كيف الشعر بيطول من فوق بيحترق من تحت، فبتلاقي كثير في صبايا بتقول لك انا شعري بدقر بهذا الطول. طيب كل قديش بتقصي؟ كل 6 اشهر 7 اشهر. هذا اكبر غلط. فاهم ثاني شغله هو القص. ثالث شيء بدنا نشوف اذا نحن عندنا جوا بالجسم في عندنا فقر دم، عندنا خربطه هرمون، هذا الشيء كمان بيعمل تأثير على الشعرة وعلى طولها وعلى صحتها. هلأ منفوت بالأخير آخر شيء هو البيبي ليس، المتعارف عليه هو العملية السريعة للتسبيل. هذا أكبر عدو للشعرة، هذا ما بيحرقها بس من نصها، بيحرقها من جزرة. فهو كتر استخدامه لأي نوع شعر هو جدا قاتل للشعرة. فإذا عرفنا نمشي صح نوصل لشعرة صح بالحمام، هون بقى بيجي وجود الماسكات اللي احنا ممكن كنا عم نحكي عليها بالبدايه. الماسك هو عمليه ترطيب الشعره. نحن لما بنجيب اي ماسك ممكن، هلا هو اذا ما نفع ما رح يضر لانه المواد بيحطوا لك اياها تكون مطريات. بس نحن اذا بدنا نعمل شيء بالبيت فافضل انواع الماسكات بالبيت هو مصنوع من زبده الشيا. هذا بيعطي لمعه وبيعطي حيويه للشعر. يعني في كثير ناس بتقول لك البيض وبتقول لك الزيت وكليل الجبل كمان بيقولوا كثير منيح للشعر، ظريف، بس كمان الاستهلاك الدائم له ممكن ينشف الشعر. طب ليش مع هي المرطبات ممكن بديل الزيت او البلسم ممكن تشوف زياده تساقط شعر؟ اول شيء بديل الزيت ما انعمل لحتى يحل لك مشكله التساقط، هو لحتى يلم اطراف الشعر المتقصف. هو ممنوع يتقرب على فروه الراس بس مو موضوع ممنوع، هو ما بيعمل شيء، هو بس بيلم يعني هو بيجمل لك بشكل ان تمام. طب والشعر كميه الشعر اللي بتتساقط بعد البلسم او بديل الزيت؟ هلا البلسم بقول لك شو البلسم ليش بيفترض ما يجي على جلده الراس بعد ما انت تكوني عامله عمليه مساج للشعر ومحممتي ومي سخنه ومي بارده والى اخره، فبيجي البلسم هو فيه املاح كثير، فهو بيساعد بانه الشعر نوعا ما، بس هو منه الاساس يعني حتى ما يصير في لغط، هو منه سبب الاساسي. لانه احنا الشعر عندنا بشكل طبيعي بهر من 50 ل 100 شعره باليوم. هلا الصبيه اللي شعرها طويل بتكمل شعره من هون بتسحب فبيطلع معها، بتفكر هي انه طلعت من هون خصله كبيره. لا، هو الشعر بينمو بشكل متموج وبيهر بشكل متموج. يعني الشعر عمره في عندك البصله بتكون في بقلبها شعره، نمت هرت بتكون طالعه وحده تحت. اوكي، بس هي بشكل متموج.
الصبية اللي شعرها طويل أو عبي لما بتكمش من هون فهي كامشة تراف الشعر من كل أنحاء الرأس، لما بتسحب على الطول تطلع معك وشفها بتخاف، هذا أمر طبيعي. هلأ في حالات كتير بيكون فيها هذا بيكون فيه عند مثل ما حكينا فقر دم، خربطة هرمون، بيعملوا كتير قصص وسوء تعامل مع الشعر. أما الهر الطبيعي هو من 50% شعر. عندنا كتير أسئلة بدنا نلحق نسألها كلياتهم. اليوم حكيت نصيحة بنسمعها كتير نحن إنه نحن نخفف حمام بالصيف، بس اليوم ما في شيء بيساعد على هذا الكلام أبداً. طبيعة الشعر بتختلف من صبية لصبية، مثل ما بنقول نحن بالعامية شعر دهني ممكن يبين عليه وهذا الشيء ما له مظهر لائق أبداً للسيدة. اليوم شو هي أنواع الشعر وطبيعتها اللي بتختلف من صبية لصبية تانية، وكيف فينا نتعامل مع الشعر مثل ما بنقول الدهني؟ هلا الشعر الدهني هو نوعا ما رائج اكثر شيء، يعني عندك هو الشعر الجاف الطبيعي والدهني، الدهني متواجد اكثر من اي نوع شعر هو يعتبر تاني. افضل من غيره مو افضل، هلا اي شيء بيزيد عن حده فهو منه منيح. هون بيصير بدك انت بقى تاخذي علاجات الشامبو الخاص، بده يكون اكيد بده يكون في طبيب جلديه، انه يعني الحلاق ما بيكفي، لازم يكون في طبيب جلديه بهيك حالات، فهو بينصح وبيعطي قصص بيعطي شيء خاص لهيدي النوع من الشعر. هلا كثير دهني كمان هو قابل لانه يضر الشعر، يعني اي شيء بيطلع مثل الجراف كثير، مثل الجراف يعني اي شيء بتروحي فيه الاكستريم فهو ضار. تمام. الشعر الجاف مثل ما حكينا، هلا انت لما بتقللي حمام انت قادره تضبطي وضع اي شعر، لما تعرف شو بدك تحطي له نقول دهني فهو مع استشاره الطبيب بيعطيكي المواد البخاخ الشامبو المعين فبتكون هو ساعدك بهذه القصه. الجاف تلقائي هو جاف ما بتوسخ ما في داعي، هذا بالعكس هذا منضيف له حمامات كريم. الجاف الشعر العادي حمامات كريم بس بشكل طبيعي اللي حكينا فيه انه ما تكثري حمام، شامبو معين، يفترض الشامبو كل 6 اشهر تغيري نوع الشامبو تبعك. يعني انت اذا شعرك جاف واخذتي للشعر الجاف 6 اشهر بترجعي بتغيري. اليوم عم نشوف كثير طرق واساليب متبعه من خلال البروتين كرياتين او حتى ابر مغذيه مثل البلازما، هي مشهوره اكثر شيء، اين منهم بتكون احسن شيء او افضل علاج للشعر، وانه ممكن اللي تكون لها ممكن اضرار او اثار جانبيه؟ هلا رح نحكي بالبلازما. البلازما شيء جيد للي عنده بصلة عايشة، اللي بتلحق حاله أو بيلحق حاله البصلة الحية. من أي عمر مثلا ممكن الصغير؟ ما فينا نقول العمر، فينا نحن لما نبلش نحس إنه بلش في يصير في عنا تراجع، لأنه في ناس على سن صغير وفي ناس على سن كبير. هلا الجسم في جسم على جسم بيتفاعل أسرع، بس دائما النتيجة الأفضل إنك أنت تبلشي مو بعد مثل ما صار معي، بعد ما صار التراجع ما عاد بيفيده شيء. فأول ما بتحسي إنه بلش الشعر يخف أو يصير فيه تراجع أو ضعف بلشي بالبلازما. طيب من باب الوقاية؟ أنا ماني حاسة بأي عارض، من باب الوقاية من أي عمر أنا فيني بلش بالبلازما؟ يعني يفترض من عمر 20 إذا بدنا نقول حد وسطي. لا لأنه من النوادر ما تلاقي أصغر من 20 شعره خفيف، فتكون حالات مرضية جدا. إذا بدنا نحكي بالكرياتين البروتين، هدول القصص ما خلقت علاج للشعر، خلقت لتعالج لك مشكلة بتضايقك بالشعر. خلقت للشعر الإفريقي، خلقت للشعر اللي كثير قاسي. صارت عنا للاسف احنا للسرعه وللاضطرار اي صبيه بتحس بنفس الشيء بشعرها راحت دغري ضربته كرياتين او بروتين، هو هذا الشيء غلط، لانه انت عم تفقدي كمان الشعر. اي شيء بيحرق يعني بيقتل الرابط المائي اللي بالشعر هو قتله، لانه الشعر مكون من كذا قصه من ضمنهم اهم شيء رابط مائي. انه الشعر الفاتح ما بينعمل له كرياتين، الشعر الغامق هو الافضل. لا لا الشعر طبيعي فبينعمل، احنا في حال اساسا بنقول شعر افريقي نزل لهذا الشعر فهو الأفارقة أو شعره كثير أشعث، قليل ما تلاقي أحدا أشقر شعره قاسي. تمام، بس خلينا نوضح شوي شو مدى خطورته على الشعر، لأنه اليوم يمكن انتشرت النسبة بشكل كثير كبير، وأي صبية اليوم شوي ممكن يطعس شعرها بتتوجه دغري كرياتين أو حتى بروتين أو حتى في إبر بوتوكس، ما بعرف إذا هي فعلا ضارة أو مفيدة للشعر. هلا لا لك شيء، الضرر بيكمن بوجود مادة دواء التسبيل بأي مادة من هدول المواد، متى ما وجدت هذه المادة هي هون بتصف الضرر. هلا اذا كانت هي الماده خفيفه ضمن هيدي المجموعه فهو من هو بيحل المشكله ما بيضر، او ضرره للوقت البعيد يعني. اذا بتشوفي انت في ناس بتقول لك ريحته بتقتل ما قدرنا، هذا هون هذا جدا ضار، اللي بتروح وبتجي 3-4 مرات بعد ما تعمله عند الحلاق تعمل البيبيليس هذا هو الضار. هلا في مواد بتجي هي كثير فيها نسبه قليله من التسبيل ما فيها ريحه جلسه واحده، هي الحل الانسب لهذا الشعر، برجع بقول مو لاي شعر. تمام. يعني هو اللي احنا صار عندنا للاستسهال الكل صار يعمله، هذا غلط. في حال شعر فيه مش يفضل ما ينعمل لا بهذا ولا بهذا، لكن الثاني هو اخف ضرر اللي ما فيه دواء تسبيل.
اذا كانت الصبيه مضطره، اما انه هو يرجع لها شعرها حيوي كذب. هذا من زمان كانوا يعملوه ويفي بشكل دائم، ما بعرف هذا اذا لساته موجود. بس انه كمان دائم اكثر كيرلي يكون. ليه؟ الصبيه اللي بتحب انه يكون شعرها قد ايه ممكن يكون ضرره؟ ضرره الويفي هو اذا الشعر الطبيعي متين ما بينضر كثير، اما شعرها مصبوغه رقيقه مصفه لايت بينضر. طيب في صبايا بدون ما يكون مثلا عندهم قدره يروحوا على الصالون او يتكلفوا على شعرهم، ما بيحبوا المواد الكيميائيه اللي بتدخل بالشعر، بيقولوا لك قد ما كانت مليحه ممكن انها تاذيني او ما بحب، بفضل الوصفات الطبيعيه اكثر. اليوم كيف الصبيه ممكن بالبيت من خلال اشياء موجوده عندها بالمطبخ او بالبيت تقدر مثلا تعمل وصفات خفيفه ممكن تساعد شوي بعلاج او مشكلات الشعر؟ هلا برجع بقول ما حكيت اول شيء انه زبده الشيا هي انسب شيء. ومية الرز، مية الرز نوعا ما ظريفه، لكن هي منا شيء يعني ممكن بتسبب جفاف. هلا انا ما جربتها اي شيء. لا الصينيين شكلك حابه الصينيين حابه يجربوها. اي شيء تستهلكي زياده بيعمل معك رده فعل عكسيه. يعني انت يفترض حتى حمام الكريم او زيت كان بالبيت او ولا مواد جابتيها من برا، يفترض هي مع كل حمام. لما نحن بنقول الحمام مره بالاسبوع او مرتين، فمعناتها انت بوجود وقت الحمام فيكي تسوي هيك. انا دائما بقول يعني نبعد عن شيء اسمه بيض ونبعد عن اي هدول القصص. فزبده الشيا هي اللي اثبتت بدء فعاليتها على الشعر. يعني شعر ايام بيكون محروق لما بتستخدمي له زبده الشيا، فعلا بيضله محروق بس ما بيعود بيعذب صاحبه. على الفروه كمان على كل الشعر كيف ما بدك بتحطي. هلا الزيوت اي ماده زيتيه كثير تبقى قاسية على الشعر. هلا في شعر ما بيكون مصبوغ لكن هو مقصف او رقيق، الزيت بيحرقه. يعني الزيت بيعكس ايام، فيفترض الزيت اذا الوحده بتحب او متعوده على الزيوت الطبيعيه براس اول كل شهر على فروه الراس بس، وما تقعد فيه ساعات. يعني والشعر الدهني كمان فيها تحط زيوت؟ لا احنا عم نحكي اللي متعود. لا الدهني ما انه بحاجه، احنا عم نحكي اللي متعوده تحط على طول زيوت، ما تقرب على جسم الشعره بس على الجذور عشان ما تضر شعرك. طيب نهاية حديثنا لليوم، خبرنا شو اليوم الألوان الدارجة مثل ما بنحب نحن نعرف على طول. طبعا في ألوان ثابتة بنشوفها بمختلف الفصول والأيام، وفي ألوان يمكن تدخل جديد. صح. شو هي الألوان؟ وحتى القصات بيقولوا اليوم دارج الشعر القصير، اليوم دارج الشعر الطويل، خلينا نعرف منك. اي اوكي بالعكس هيدي الفقره كثير حلوه. هلا الالوان الثابته هو الاسود البني والاشقر، هدول الالوان ما بتتغير كل سنه بيدخلوا لك او بيسلطوا ضوء على لون. هلا موضه 23 24 اذا بدنا نقول شقار فهي الالوان الرمليه او الالوان القمحيه. يعني رح نطلع شوي من الرمادي، رح نفوت بالالوان الاهدى او الدافيه. او فيني لحتى قريب من لون شعرك اهدى شوي. هيدي الموضه. العسلي، المت كمان اذا بنقول كالوان صيفيه. العسلي بيكون صيفي شتوي، الاشقر صيفي اكثر رايح اكثر صيفي. بالشتاء الاحمر ما بيلتغى يعني ما بيلتغى ابدا بالاحمر، بس هو منه اساس الموضه بالشتويه ال 24. فاذا بدنا نقول موضه الوان فهي نرجع من عيد الرملي او القمحي، العسلي، المت. مل كثير في عندك عسلي بيضرب شوي بتقول له نحاسي، وما بيكون نحاسي بس لمعته هيك. لا المت اكثر اللي رايح للعسلي بتحسي فيه شويه بارد نحن بنقول له منه. تمام خلص وقتنا معك، واكيد ان شاء الله هيك كل الصبايا يكونوا استفادوا من النصائح اللي قدمتوا لنا اياها. ان شاء الله يا رب. شكرا كثير لكم. بدنا نتشكرك اكيد، كل الشكر لك. وبس نعمل ماسكات انا وعفاف حندق لك. انا جاهز لاي سؤال، انا جاهز. شكرا لك. هلا.